محافظة طول كريم بشكل عام هي تشكل أكبر سلة غذائية في موضوع الخضار في 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 فلسطين. لهذا نحن نتلمس هموم أو مشاكل المزارعين من خلال هذه الورشة. نحن دعونا كافة الوزارات المختصة من زراعة، اقتصاد وطني، ضابطة جمركية، ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل، سنة ووزارة الاقتصاد الوطني وكثير من الوزارات حتى بلدية طول كريم للحديث في عدة موضوعات. أهم هذه الموضوعات اللي نتحدث عنها هي موضوع ضريبة القيمة المضافة وموضوع الاسترداد الضريبي الذي يخص المزارعين والذي هو حق طبيعي للمزارعين، والموضوع مواضيع أخرى كمشاكل التسويق ومشاكل تنوع زراعة الخضار وتسويقها وموضوع التهريب الذي يأتي من إسرائيل، وموضوع أيضا الحسبة حيث سنناقشه مع بلدية طول كريم كيف أن هذه بلدية طول كيف معالجة موضوع الحسبة وسوق الخضار الموجود في المحافظة. مزارع الخضار يعتبر من أهم المزارعين الموجودين في محافظة طول كريم، وبهاي الورشة إن شاء الله بنقدر مع المؤسسات الرسمية والأهلية إنه نحل بعض أو جزء من المشاكل اللي بتعرض لها مزارعين الخضار. في كثير من المشاكل إحنا إن شاء الله نستمع لمشاكلهم، وإحنا في مديرية الزراعة دائما نخدم مش بس مزارعين الخضار، كل مزارعين الثروة الحيوانية والثروة النباتية من ضمنها محاصيل الخضار، مزارعي محاصيل الخضار. تهدف هذه الورشة اللي حاضرينها اليوم مع إخوان المزارعين لزيادة الوعي الضريبي لدى إخوان المزارعين وتعريفهم بأن القطاع الزراعي في فلسطين هو معفي من ضريبة القيمة المضافة، ولكن نص القانون على حثهم على إحضار فواتير مشتريات بالبضائع الذي يقوم بشرائها المزارع سواء كانت محلية من الداخل أو بموجب فواتير مقاصة إن كانت هذه قادمة من البضاعة من إسرائيل، وبدور وزارة المالية الداعي لهذا القطاع تقوم باسترجاع الضريبة المدفوعة على هذه المشتريات لإخواننا المزارعين من خلال تقديم طلب استرداد نقدي للمبالغ الذي يقوم المزارع بدفعها في فواتير المشتريات.